حبيبه الحبيبه مفيش حبيبه في مصر خلاص. الفالنتاين بقى فاضي. بتحب الفالنتاين يمثل لك ايه؟ يوم عادي بالنسبه لي. مش مرتبط؟ لا. اخر هديه في الفالنتاين جبتها امتى ولمين؟ والله ما فاكر. طب اخر هديه جات لك في الفالنتاين كانت امتى ولمين؟ مش فاكر برضو. بما هو الفالنتاين يوم ايه؟ 14/2 صح؟ تعالى لك. اخر مره جبتي له هديه في الفالنتاين امتى؟ لما بنجيبش لبعض هديه. ايه 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 الفالنتاين بعد الجواز شكله ايه؟ لا جميل اجمل طبعا. لا بجد طبعا جميل جدا. انتوا مخطوبين ولا متجوزين ولا احباب برضه؟ لسه مخطوبين. طب ناوي تجيب لها ايه في الفالنتاين؟ كفايه عليها انا ولا ايه؟ في اخر فالنتاين جالك فيه هديه كانت امتى يا بسمة؟ ولا مره في حياتي صدقيني. طب انت اخر هديه جبتيها في الفالنتاين لحد امتى يا بسمة؟ في حياتي ما حصلت بقى. ان شاء الله الفالنتاين الجاي بس انت هتجيب لي هديه. يعني ده بنقوله حصري على الشاشه. مش الكلام ده وهي بتعمل كده عشان تدبسني بس مفيش الكلام ده هيحصل. ماشي انت هتجيب لي مين يوم 14/2؟ مش هجيب لحد. لا طب مين هيجيب لك؟ ولا حد هيجيب. بتعمل ايه في اليوم ده؟ في اليوم ده والله بقعد ده في البيت يعني ايه نلعب ببجي بقى. انا بتمنى احب واتحب بصراحه. متاكد ان في حد هيجيب لك حاجه؟ انا قلت لا والله. مفيش حد هيجيب لك؟ لا او صدق ممكن ممكن برضه يعني ممكن صدق ممكن. يعني هو الفالنتاين ده هيجيب له ايه وانت هتجيب له ايه؟ والله انا بفكر اجيب له شميز والكلام دوت يعني. تجيب لها ايه في الفالنتاين؟ اي حاجه هي بتحب. الحاجات الاثريه والحاجات التقليديه بتبقى جميله جدا معاها. بصي انا بكتب شعر وبرسم. انا ناوي اعمل لها رسمه اكتب لها قصيده بس ما تقولهاش بقى. الفالنتاين بعد الجواز شكله ايه؟ خضار بقى وفواكه وحاجات كده يعني. بيجيلك ايه في الفالنتاين؟ لا لسه بيجيلي دباديب وحاجات كده برضه. هتجيبي له انت ايه بقى في الفالنتاين؟ لا هو مسافر الصراحه مش عارفه ما اظنش ان احنا نجيب له بعض حاجه بقى. هتجيبي ايه هديه في عيد الحب؟ اخر هديه جات لك امتى؟ بقيلش العرق ده من صاحبتي. ايه جات لك ايه؟ ورده وشوكولاته كتير. وانت جبتي اخر هديه للفالنتاين امتى؟ نفس الورده ونفس الشوكولاتات الكتير لنفس الشخص. هو انت خدتيهم واديتها لها تاني ولا ايه بالظبط؟ ولا انتوا مشتركين سوا؟ لا هي كانت بالصدفه. شفتي يا بسنتوته بعد ما قالت لك يا بسنتوته دي حرام مش عايزه تصور انت لا نتصور. ان شاء الله نجي لكم تاني وهي جايبه لي هديه ونقف انا وهي والهديه. طب هي هتجيب لك الهديه انت هتجيبي لها ايه؟ ما هي هتجيب لي ده يعني احنا نقعد نبدل مفيش حاجه اسمها. طب ادخلي عليها بكيلو موز بس انت مش بتحبي الموز اصلا. انا بحب الموز. نور هتعملي ايه في الفالنتاين؟ وهو هيقول لك ايه؟